ناصر الدوسري انا شخص هذا نحبه، ذاك اليوم قابلته بالحظ كذا في محل كان ولدي، لان هو نفس عمر ولدي بالضبط. قلت له انت عندك مستقبل كبير، قلت له نحبك في اللعب، وافضل شيء سواه تجوز بدري. قلت له الزواج عمل لك مسيره كبيره 50% من نجاح اللعب، وماشي بصراحه ماشي بشكل كبير، عقليه احترافيه، منظم داخل الملعب. طبعا زي ما قال ابو تركي نشيد صراحه بجوميز بماريجا بسمان الفرج، كيف ما يحيطوا باللاعبين الصغار داخل خارج الملعب، هذه اشياء خلت الهلال يظهر بالشكل هذا. بالنسبه لنا متعب افضل لاعب في المباراه، والثاني نصر الدوسري، واللاعبين كلهم النجوم، لكن انا بختار الاثنين هذول.